السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا ضيفنا وعضو من أعضاء نادي المدينة التعليمية محمد عيسى المناعي، هو سفير سابق وعضو في نادي المدينة التعليمية من أعضاء البارزين اللي كانوا مثال للملتزمين بالرياضة الجولف، محبين رياضة الجولف. راح ندخل معاه ونتكلم عن الشغف وبدايته في لعبة الجولف. ممكن تعرف بنفسك أستاذي؟ حقيقة أنا أول كنت هاوي للجولف، لكن مشاغلنا الكثيرة وبصفتي كنت سفير لدولة قطر ما كان في عندنا المجال أن احنا نبدأ في أي رياضة ثانية سواء غير الجيم. إنما بعد ما حصلت على التقاعد الآن صار عندي فرصة أني أنا أمارس هوايتي اللي كنت تاركها من زمان. والآن اللي تقريباً من 26/11/2019 جات 3 شهور كان مع 2 من المدربين، وبعدها صارت بسبب أزمة الكورونا وقفنا عن التدريب، وقفنا عن كل شيء. الآن بدينا نعيد مرة ثانية على الدي، وحقيقة الأخوان يعني ساعدوني كثير. المدربين سواء بالنسبة للمدربين أو بالنسبة لإدارة النادي كانت متساعدة ويانا كثير. ليش لعبة الجولف؟ ليش بالذات أنت يعني حبيت لعبة الجولف ومارست لعبة الجولف؟ لعبة الجولف لأن الآن سنة ما يسمح لأي رياضة أخرى، ما يسمح لنا إلا بالجولف أو السباحة. فالجولف هي أفضل من الذي بتكون تعطيك المشي تلقاها في الجولف، بالحركات الجسم كاملة سواء الأيدي أو الظهر أو الأرجل كلها بتلقاها في اللعبة نفسها. صحيح. فهي شاملة على كل الرياضات. لهذا السبب أنا اخترتها من بالنسبة لسني. هل تمارست الألعاب ثانية رياضية، رياضات ثانية قبل؟ أي نعم، أي لما كنت طالب نعم كنا نلعب كرة، كرة قدم نعم، أما كنا طلبة نعم. بعدها خلاص بعد الوظيفة ما تعطيك مجال أنك تلعب أي شيء، 24 ساعة أنت أندر كول يعني. ما شو اللي يميز لعبة الجولف عن باقي الألعاب الثانية؟ لعبة الجولف فيها كل شيء. حلو. شاملة. شاملة على القدم، شاملة على السباحة، شاملة على حسب ما جربتها أنا، أنها شاملة على كل الرياضات اللي يتمناها الواحد. لكن إحنا في تخصص، هذا التخصص بالنسبة للشباب. نعم. احنا قلنا نختار هذه، والشباب وياي خليناهم احنا بعد يرقبون في اللعبة، وما شاء الله عليهم الحين بدوا يمارسون اللعبة. من مع الغالب انت تلعب الجولف؟ بالنسبة والله فيه كثير من اللي كانت فيه السيدة مديرة المدينة التعليمية، عميدة كلية، عميدة الكلية. ايه نعم، كلية حمد بن خليفة. نعم. اي نعم، ما كلية الشيخ حمد بن خليفة، فكنت ألعب معها دائما. نعم. كثير. مرة لعبت أنا وياك. اي نعم. وفيه الأخوان الاثنين كباتن من تونس. اها. بعد دخلوا معنا. في أحفادك تلعب معاهم؟ أحفادي للحين ما في عندهم شدة أن يقدرون يوصلون على 9 نقاط أو 6 نقاط. لسه أندر. بس أنت تشجعهم دائماً؟ طبعاً. تحاول تجيبهم معاك يلعبون؟ طبعاً طبعاً. هل هم يحبون اللعبة؟ إيه هم يحبونها، وأنا خليتهم بعد مع مدربين، استلمهم السيد مارتن ودربهم. نعم. بدأ نعم. أخذ كل واحد منهم أخذ حصص معه، وهم الحين. ليش بالذات تبيهم يحبون لعبة رياضة الجولف؟ أفضل لهم. من أي ناحية؟ من ناحية الجسدية، من ناحية المستقبل، حتى لو كان عندهم ظروف عمل أو ظروف دي بتكون أو ظروف الدراسة بيكون عنده فرصة. الجولف تكفي ساعة واحدة أنه يقدر يروح ويمارس، على الأقل يمارس بس البراكتس. نعم. ممكن يأخذ بدل 9 نقاط يأخذ 5 نقاط،
ويطلع. فهذه شجع وهم رغبانين فيها، يتبعون جدهم يشوفون شو يسوي يسوون مثله. فهل تتوقع مثلا رياضة الجولف تجمع الأسرة مع بعض؟ اي طبعا طبعا هي الرياضة الوحيدة اللي ممكن تعمل جمع بينهم. نعم، لأن على أساس أنك تقدر تجي أنت وأحفادك وأولادك. نعم. وتلعبون جروب كامل بتدخل في هذه. صح. أنا قلت لك هي الـ يعني شبيهة للسباحة. السباحة بعد نفس الشيء تجمع، لكن الجولف تجمع على بر، السباحة تجمع على ماء أو على بحر. نعم نعم. اللي ما يعرف يسبح معناته ذي، لكن هذه ما محتاج منه إنه يغطس أو يشرق بالماء. هل تتوقع أو تؤمن في قيم مثلا جيدة في لعبة الجولف؟ من المهم أن الأطفال الصغير في العمر يعني زهور هذه الأطفال الصغار يلعبونها، تنميهم وتنمي قدراتهم في المستقبل وتنمي مستقبلهم. الجولف فيها تركيز كثير. حلو. فيها التركيز على أساس أنه يركز على الضربات، يركز على المسافات، يركز على الذي، ويصير فكرة كلها تقريبا الرياضيات شقالة عنده. نعم. بتكون علمي أكثر من أنه يكون أدبي. صح. فهي بتشجعه على أساس أنه يواصل في الدراسة، وبتكون بيقدر أنه صحيح من ناحية التركيز، من ناحية احترام الآخرين. نعم. من ناحية فيها قانون. نعم. القانون بعد لازم أنه يتبع القوانين، فيها قوانين معينة يمشي عليها، فيها تركيز، فيها الحركة، فيها مشي، فيها رياضة. نعم نعم. شامل على كل شيء، حتى من ناحية الأمانة، فيها أمانة لأن أنت تقيم نفسك، ما في حكم يقيمك، أنت قاعد تقيم نفسك، تقيم الذاتي. طبعا. نعم نعم. فهل تعتقد أن هذا بيفيدهم اللي كبروا مثلا من ناحية لعبة الجولف؟ بيفيدهم من عدة نواحي. بيفيدهم سواء في حياتهم العملية، بيكون عندهم التزام في عملهم، التزام في مستقبلهم، التزام في ذا. بتفيدهم في حياتهم الدراسية، أنه بيكون عندهم تركيز على أشياء اللي يأخذونها، وبتفيدهم في نفس الجسمانيا على أساس الرياضة، من ناحية الرياضية. ففيها فائدة كثير لهم. نعم نعم. وهم الله يبارك متشجعين وماشين في الحين في الوقت هذا. يعني شو اللي تنصح مثلا الأسر واللي يسمعوننا الحين في الفترة هذه من ناحية الجولف؟ يعني شو تقول لهم أنت إذا عندك كلمة ممكن تقول لهم إياها؟ والله أنا أقول للجميع، لعبة الجولف لعبة عالمية، مش مخصصة للعالمية، وهي أغلى جوائز تصير في الجولف. يعني الجائزة اللي بيحصلها لاعب الجولف ما يحصلها لاعب كرة القدم. نعم. ولا يحصلها اللاعب الثاني، مع احترامي يعني للرياضيات الأخرى. لكن بتكون هذه مستقبلهم بيصير فيها ممتاز. نعم. في كلمة أخيرة تبي تضيف حاجة؟ أشكركم أول شيء على حضوري وعلى استقبالي هني وعلى مقابلتي في ذي، وأشكر الجماعة اللي موجودين، وأشكرك أنت شخصيا. أشكرك، شكر لك حقيقة، أشكرك أنك جيت ولبيت الدعوة لنا، ونبغي أن الناس الآخرين يشوفون النماذج اللي مثلك، اللي تجي تمارس الرياضة وتكون نمط حياة صحي، يستثمرون في صحتهم، يستثمرون في الأجيال الجاية من ناحية تشجيع الرياضة. أشكرك أستاذ محمد، ومرحبا فيك في نادي المدينة التعليمية. شكرا جزيلا.